حققت المسيرة التعليمية في مملكة البحرين إنجازات ونتائج مشرفة في نوعية تحسين الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والتدريب المهني، والتي جاءت ثمارها في رفع الكفاءات المهنية وتحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية المؤهلة لسوق العمل العالمية. مؤكدين لكم اهتمامنا ورعايتنا المستمرة للتعليم باعتبار ركيزة تقدمنا نحو المستقبل المشرق. هو الحجر الأساس لبناء المجتمعات، فأيقنت مملكة البحرين أهمية أن تبنى الأمم ويكون أساسها الرئيس هو العلم والتعلم. وفي العام المنصرم احتفلت مملكة البحرين بمرور 100 عام على التعليم النظامي الحكومي، بعد النجاح الذي حققه مشروع جلالة الملك المفدى لمدارس المستقبل، حرصا من المعلم الأول حفظه الله على تمكين الطلبة والمعلمين والعاملين في القطاعات التربوية، على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، وتخريج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والريادة. فجاءت جائزة اليونسكو الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال رافداً في مجال التقنيات الرقمية. ولمواكبة متطلبات سوق العمل ومهارات القرن 21، تم تدشين العديد من المنظومات التطويرية التي تمخض عنها إنشاء المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، الذي حمل على عاتقه متابعة تنفيذ مشروع إصلاح وتطوير التعليم والتدريب من خلال المبادرات التي تم اعتمادها. فجاء نتيجة لهذه الجهود تحقيق طفرة جديدة في المجالات التعليمية والتدريبية، كما شرعت هيئة جودة التعليم والتدريب منذ عام 2008 في تنفيذ مختلف الأنشطة التي أسهمت في رفع الكفاءات المهنية والتنمية البشرية لمواطني المملكة. وفي سبيل تحقيق أفضل مستويات الجودة للكوادر التعليمية، فقد تم تفعيل العديد من المبادرات، منها إعادة دراسة كادر الوظائف التعليمية بما يتوافق مع متطلبات مهنة المعلم ومستجدات التطوير والتحسين، وتفعيل برنامج التمهن للارتقاء بإدارة المعلم معرفياً وتربوياً ومهارياً، بالإضافة إلى تعزيز مهارة إدارة الصف وتحسين مناخ التعامل والتفاعل الشخصي والتواصل مع الطلبة، واستحداث المناهج والتخصصات المواكبة لمستجدات السوق العالمية. جميع هذه المعطيات وغيرها مكنت البحرين في تبوء مكانة تعليمية رائدة دوليا، فضلا عن تحقيقها قصص نجاح طموحة في استمرارية المسيرة التعليمية رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، لتواصل بذلك المملكة عطاءها التعليمي الحافل بالإنجازات.